الموانئ هي الروابط التي تصل العالم ببعضه، والبوابة الأولى للتجارة. تتمتع موانئنا بأهمية كبيرة تشكلت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة المحفز لتواجد الفرص ونموها. نهدف في الهيئة العامة للموانئ للاستفادة من كافة الفرص والإمكانات التي منحتها لنا البرامج الواعدة للرؤية الطموحة، والسعي إلى تطوير الموانئ السعودية بجعلها ذكية ومبتكرة لتواكب المتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية، عبر تبني مفاهيم الثروة الصناعية الرابعة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأتمتة كافة العمليات التشغيلية داخلها، لنحدث تحولاً في سياسات ومنهجيات العمل بالتكامل مع التقنيات المتقدمة. توظيف أحدث التقنيات لاتصال موثق وسريع يربط الميناء ببعضه ويدعم التواصل بين أرصفته التي ستتواجد عليها المعدات والآلات المؤتمتة بالكامل لمواكبة المستقبل التقني، بجانب مركز لتحليل البيانات رقمياً يمكن الميناء من التنبؤ بحالة المعدات والأرصفة، معززاً بإشعارات وتنبيهات ذكية تساهم في تسريع إيجاد حلول فريدة ومبتكرة، مما يعزز المحافظة على الطاقة النظيفة وتقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية لحماية البيئة. لتعكس موانئ السعودية مبدأ السلامة واستمرارية سلاسل الإمداد والإنتاج ومواصلة العمل في شتى الظروف، تبدأ الموانئ الذكية عهداً جديداً للكفاءة التشغيلية، مدعومة ببنية تحتية قوية، وتنطلق نحو وجهة أبعد من المستقبل.